أعتقد بأن هذا التراجع الملموس للاستثمارات الأجنبية في المملكة المغربية بمقدار 50% خلال سنة 2023 يبقى أمرا مقبولا منطقيا، لأن هناك مجموعة من العوامل اللي خلت أن المستثمرين الأجانب أنهم ما يجيوش للمملكة المغربية. أولا هو أن اليوم يعني تكلفة المال هي تكلفة مرتفعة، لأن اليوم البنوك المركزية الأوروبية أو الأمريكية بالنسبة لنسب الفائدة هي نسب فائدة اللي هي مرتفعة، وحتى بالنسبة للمغرب يعني البنك المركزي المغربي يعني رفع سعر الفائدة 3 مرات باش نوصلوا 3% كنسبة فائدة رئيسية. وبالتالي اليوم يعني اقتراض المال على المستوى الأوروبي أو الأمريكي أو حتى على المستوى المحلي هو أصبح أمرا مكلفا ماليا. الأمر الثاني هو أن اليوم يعني ما زلنا نعيش حالة اللا يقين على المستوى العالمي، لأن هذه الحرب الروسية الأوكرانية وهذه الأمور المتعلقة يعني في البحر الأحمر وهذا ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار مجموعة من المواد الأولية أدت إلى تدهور القدرات الشرائية للمواطنات والمواطنين. وبالتالي فإن الطلب بدرجة أساسية، لا الطلب المحلي ولا الطلب الأجنبي على مجموعة من السلع ومجموعة من الخدمات، ماشي بدرجة اللي هي كبيرة. بالإضافة إلى العامل الثالث هو أن هذا الجفاف اللي أصاب المملكة المغربية خلى مجموعة من الاستثمارات الفلاحية أنها تؤجل إلى وقت لاحق، بالإضافة إلى كذلك قطاع العقار هو اليوم ما كيجيش واحد المجموعة من المستثمرين لأن ما كيناش واحد الجاذبية بس القطاع هذا. وبالتالي فإن هذه العوامل مجتمعة خلت مجموعة من المستثمرين الأجانب أنهم يؤجلون استثماراتهم إلى وقت لاحق. ولكن من المتوقع أن خلال سنة 2024 يكون عندنا واحد مجموعة من المستثمرين الأجانب اللي غيجيو من المملكة المغربية، يعني خصوصا يعني المستثمرين الإماراتيين، لأن شفنا بأن واحد خارطة الطريق كبيرة وقعت ما بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية في قطاعات متعددة. وبالتالي من المتوقع أن خلال 2024 أن تتحسن جاذبية الاستثمارات الأجنبية.